بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم وأرحب بحضراتكم بانطلاقة جديدة من انطلاقات سن اللقايا وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في ميدان المرموم تحفة الميادين في هذا اليوم الاستثنائي الخاص مع سن اللقايا، وهذه الشعارات العملاقة الحاضرة في هذا الصباح المميز، صباح الذهب، صباح الرموز، صباح الأشواط الرئيسية. العاصفة تحقق ثلاثة رموز ذهبية في هذا الصباح مع سن اللقايا، وأيضا رمزا ذهبيا ذهب لمؤسسة هجن الرئاسة. نهني هذه المؤسسات العملاقة على حضورها المميز في هذا المهرجان الختامي الكبير. نبدأ أيها الإخوة المتابعون مع هذا الشوط الذي انطلق قبل لحظات، شوط خاص بالقعدان المحلية الأصايل التي اندفعت حاملة هذه الشعارات المميزة والكبيرة. أبدأ مع المركز الأول، شاهين على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هنا الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المتابعة وفي التضمير، بينما المركز الثاني صوغان لهجن الرئاسة التابع أيضا لهذه المؤسسة العملاقة، يضمر علي بن جميل الوهيبي الذي قدم أشكر وحقق البندقية الذهبية في الشوط المفتوح. نهني مؤسسة هجن الرئاسة على هذا الفوز وتحقيق الذهب في هذا اليوم. أنتقل إلى المركز الثالث لأجد هملول على المركز الثالث، هنا لسمو الشيخ أحمد بن عبد الله بن سعيد المعلى أمير جوهر في المتابعة والتضمير. المركز الرابع يتواصل شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان مع سراب على المركز الرابع، هنا الجلتنمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في المتابعة. أنتقل إلى شعار العاصفة على المركز الخامس، هنا وفق على المركز الخامس لهجن العاصفة مع غياث الهلال. المركز السادس نتابع انطلاقة المركز السادس ووجود هنا شاهين دغاش على المركز السادس لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى لسلطان بن سعيد الخاطري في المتابعة. المركز السابع متابعينا، هنا يتواصل مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة في المتابعة. المركز الثامن يتواصل هنا سنجار على المركز الثامن، ينطلق إلى المركز السابع وبدوره إلى المركز السادس حاملا ومنطلقا ومندفعا بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن الثاني مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي في المتابعة. المركز الثامن يتواصل وينطلق شاهين لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان الجابري في المتابعة، ليبقى بالمركز التاسع هناك الجانب الآخر يحمل مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة في المتابعة. المركز العاشر يتواصل في نداء الأول وآخر اسم في هذه المجموعة شديد لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في المتابعة. متابعين الكرام، إلى المركز الأول، إلى المرتبة الأولى، إلى مقدمة الشوط، إلى شعار هجن الرئاسة المنطلق والمندفع حاملا شعار مميز ينطلق في هذا اليوم، يحقق الذهب اليوم، يحقق أفضل توقيت مع هذا الشعار ومع هذا المضمر علي بن جميل الوهيبي الذي قدم أشكر في البندقية في الشوط المفتوح، وقدم أيضا هملول محققا التوقيت الأفضل مع هذا المضمر وهذا الشعار العملاق. إلى المركز الثاني، المركز الثاني متابعين الكرام، سنجار القادم من الشحانية منطلق
مندفع بشعار سعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن الثاني مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي في المتابعة، يتابع سنجار، ينطلق مع سنجار على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواصل وينطلق سراب لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان أحمد بن خلفان المزروعي في المتابعة. المركز الرابع شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع شاهين أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المتابعة. الله مخوف يصل في هذه اللحظة، ينطلق بشعار هجن العاصفة، شعار الذهب اليوم، شعار الذهب، ثلاثة رموز ذهبية مع هذا الشعار العملاق ومع غياث الهلالي اللي يتابع شعار العاصفة، يقدم مخوف في هذا الشوط على المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار آخر من شعارات سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان أحمد بن خلفان بن مخيت المزروحي في المتابعة والتضمير. أعود إلى المركز الأول، إلى المركز الأول. الله سنجار القادم من الشحانية، سنجار بدأ بالانطلاق في هذا الشوط لسعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن الثاني على المركز الأول على الصدارة. الجانب الآخر يحمل صوغان لهجن الرئاسة، تدخل عاصفي في هذا الموقف من مخوف، خوف العاصفة على المركز الثاني، ينطلق مع غياث الهلالي، ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، مخوف وصوغان، صوغان مخوف، هذا هو مخوف، يحتل المركز الأول. النقطة الخامسة لهجن العاصفة مع مخوف مع غياث الهلالي، هذا هو مخوف، يحقق النقطة الخامسة مع شعار العاصفة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة ولغياث الهلالي الذي قدم الذهب اليوم وأهداه للعاصفة مع هذه الأسماء العملاقة الحاضرة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز مخوف بالمركز الأول. المركز الثاني صوغان لهجن الرئاسة، المركز الثالث سنجار بالمركز الثالث لسعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن الثاني، المركز الرابع شديد لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان، المركز الخامس وصل بالمركز الخامس سالك لسمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم. التوقيت الزمني لحظة وصول مخوف إلى خط النهاية 7 دقائق 22 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهنية لغياث الهلالي الذي قادم مخوف في هذا الشوط محققا النقطة الخامسة في هذا الصباح لهذه المؤسسة الكبيرة، مؤسسة هجن العاصفة. المركز الثاني صوغان لهجن الرئاسة، 7 دقائق 24 ثانية، 2 جزء من الثانية. تهنية لهجن الرئاسة والمضمر علي بن جميل الوهيبي. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث وصل سنجار لسعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن الثاني، قاده مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي. التوقيت الزمني كما تتابعون على هواي مباشرة 7 دقائق 26 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.